السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوفوا فيه مع بعضياتنا طريقة عمل واحد درس خفيف ظريف. المهم هالدرس هذا زوين وفي نفس الوقت غادي نخدموا معاكم بجوج ديال الطرق. الطريقة الأولى كيكون عادي والطريقة الثانية بالعقيق. بهاد جوج ديال الطرق نتوما غادي نشوفوا الفرق ما بيناتهم ومن بعد غادي تختاروا شنو اللي مناسب لكم. اول حاجة كناخد الحرير على 3 ديال الشعرات وهنا خدمت غير بالبرا النمرة 6. من بعد اول حاجة غادي نديرها وهي الحبكة على طول التوب اللي انا غادي نخدم فيه. من الافضل واحد الطريقه دائما حاولوا انكم ديروها في اي درس فيه الحبكه، حاولوا متخدموش واحد المسافه طويله فيها الحبكه. بحال مثلا غادي تخدمي الحبكه في الكم، ما تخدميش الحبكه في الكم كامل عاد ترجعي ديري الدرس. علاش؟ حيت من بعد فاش غادي تقاد لك الخيط في الدرس ما غتلقايش كيفاش تدفني هذاك الخيط في وسط التوب، هو من الافضل في وسط التوب، فغضطري انك تبقاي ديما كتدفني الخيط غير في وسط الخدمه، وهذه الطريقه شويه صعيبه. هذاك الشيء علاش حاولوا تخدموا غير مسافه قليله، مثلا المسافه اللي غتكفاكم لواحد جوج ديال يعني الدرس الاول والثاني، ومن بعد بقاو غاديين عادي تخدموا شويه الحبكه وترجعوا تخدموا الدرس، وفي نفس الوقت دائما تلقاو واحد الفراغ في التوب اللي غتقدروا انكم تدفنوا فيه الخيط وتما غتجيكم الخدمه اسهل. المهم هذه هي الطريقه اللي كنستخدمها، طريقه بالنسبه لي كتجيني سهله. الان كالعاده غادي ندير واحد الحبكه واحده اخرى. المهم هذه غتبقى غير اختياريه، اللي بغات دير دوبل الحبكه دوبلها، واللي بغات تخدم غير يعني غير صف واحد تخدم غير صف واحد. المهم اول حاجه كديريها هي غرزه وفي قلبها كديري حبكه، كطلعي الخيط الفوق ومن بعد ترجعي تخدمي غرزه فوق من هاد الاولى اللي كنا خادمين، ومن بعد كتهبطي الخيط لتحت، وبهذه الطريقه كتكوني خدمتي حبكه. فالان غادي تكملوا يعني الخدمه ديالكم. المهم انا هنا راني واخا هكاك راه خدمت واحد المسافه طويله شويه، حاولوا تخدموا قل من هاد المسافه اللي انا خادمه. لاحظوا معايا دابا غادي نستخدم نفس اللون وغادي نخدم في اول في هاد الغرزه الاولى. لاحظوا معايا دابا تبت الخيط ومن بعد غادي نتجاوز الغرزه الثانيه ونخدم في الغرزه الثالثه، فغادي نرجع الخيط بهذا الشكل. هنا كتحاولي ديري واحد القوس صغير، المهم هذا القوس هذا ما تكبروهش بزاف ديروه غير صغير، وغادي نرجع في نفس هذيك الغرزه ونعاود ندوبل هذا القوس هذا. من بعد ما ولا عندي الخيط مدوبل، لاحظوا معايا مزيان، غادي نرجع هذا الخيط هذا الاسفل. علاش؟ حيت غادي نخدم حبكه ودائما الحبكه كنهبطوا الخيط لتحت. دابا غادي ندخل الابره تحت من هاد الجوج ديال الاقواس ومن بعد كنجر الخيط فتتعطيني الحبكه الاولى، وهنا غادي نخدم الحبكه الثانيه وكنجر هاد الخيط بهذه الطريقه 3 4 5 6 7 8 وهنا التسعود. في هذا القوس هذا خدمت فيه 9 الحبكات وغادي نزيد الحبكه العاشرة. المهم انا هنا غادي نخدم على 10. كي اللي كيخدموا على التسعود فالاختيار غادي يبقى لكم، خدموا على التسعود او 10،
مهم نفس الطريقة، سواء خدمتي على 9 سواء خدمتي على 10، فهنا كتبتي الخيط في هاد الغرزة اللي من موراها، ومن بعد كتجاوزي وحدة وتخدمي في الثانية بهذا الشكل. وغادي نديرو قوس آخر هنا، بإمكانكم أنكم في اللحظة فاش تبت هذاك القوس الأول تقدروا تبتوه في على جوج المرات عاد ديروا هذا القوس الثاني. والآن كندير هذا القوس الآخر، لاحظوا معايا مزيان، كترجعي تخدمي في نفس الغرزة. ودابا غادي نخدم الحبكة الأولى، هنا حاولوا تركزوا معايا، وغادي نرجع نخدم الحبكة الثانية والحبكة الثالثة. من بعد كنرجع الخيط لتحت وغادي نبدأ نحسب 1 2 3. في الحبكة الثالثة غادي تدخلي الإبرة وتخدمي هاد الخيط هذا ولا هاد القوس هذا اللي ما تيكونش كبير بزاف. دابا طلعت الخيط الفوق وغادي نرجع نخدم في هاد الحبكة، في هذيك الحبكة الثالثة كنعاود نخدم فيها. لاحظوا معايا مزيان، هذه الطريقه باش كنثبت هذاك القوس ديالي مزيان. وغتحاولي تشدي الخيط مزيان، ومن بعد غادي نرجع نهبط هذاك الخيط لتحت وندير الحبكه الرابعه. انا حاولوا انكم تضبطوا الحساب. دابا درت الحبكه الرابعه، ومن بعد غنرجع نخدم مباشره في الحبكه الرابعه اللي في القوس الاول باش تجيني الخدمه مقاده. يعني خدمتي في الحبكه الرابعه اللي في القوس الثاني، تعاودي تخدمي في الحبكه الرابعه اللي في القوس الاولاني. ودابا غنجمع هذوك الخيوطه بثلاثة بهم، وغادي نحاول انني نخدم فوق منهم الضرس. دابا غادي نلوي الخيط 3 مرات على الابره، ومن بعد غادي نجر الخيط بهذا الشكل هذا. لاحظوا معايا مزيان، هذا الضرس ديال الواحد. ودابا غتهبطي الخيط لتحت وديري الحبكه وتخدمي الحبكه بهذا الشكل. هذه الحبكه الاولى، ومن بعد نرجعوا في نفس الغرزه ونديروا الحبكه الثانيه والحبكه الثالثه. هنا بامكانكم ديروا فقط 2 ديال الحبكات، هذاك الاختيار كيبقى ديالكم، تقدروا ديروا 2 أو 3. دابا من بعد كنرجع نجمعهم كاملين بواحد الغرزة تحت من هادوك الأقواس بثلاثة، ونرجع نخدم هنا وكنلوي الخيط 3 مرات على الإبرة، ونجر الخيط مزيان باش يعطيني هاد الضرس هذا. ومن بعد كتهبطي الخيط لتحت. أنا كنحاول نركز على الخيط، على الاتجاهات ديال الخيط، حيت إلا كانت وحدة بقى مبتدئة بقى ما كتعرفش تفرق ما بين الغرزة والحبكة، باقي تيجيوها شوية صعاب في التفريق ما بيناتهم. هذاك الشيء علاش كنحاول أنني نركز على الاتجاه ديال الخيط. المهم دابا غادي تخدمي 3 الحبكات على هاد الضرس الثاني. ودابا رجع ندير واحد الغرزة أسفل هادوك الأقواس بثلاثة، ومن بعد كالعادة كترجعي تخدمي هنا 3 دورات على البرا وكتجري البرا بهذا الشكل. من بعد غنهبط الخيط لتحت ونحبك 3 ديال الحبكات او 2 على حساب نتوما وشنو بغيتو. هذه الاولى، ورجع نخدم الثانيه. من بعد غادي نرجع نخدم الحبكه الثالثه. والان حاولوا غطلعوا الخيط الفوق، وغادي نثبت هاد 3 الدروسة هادو اللي درناهم ديال الواحد، غنثبتهم في هاد الغرزة هادي اللي جات في الراس الفوق باش يبقاو ثابتين. ودابا غادي نخدم الحبكة الخامسة. دابا غنكملوا الحساب، هادي الحبكة الخامسة، وغادي نزيد 6 و7، الحبكة الثامنة، والتاسعة بطبيعة الحال، وغادي نزيد الحبكة العاشرة اللي هي الأخيرة. من بعد كتطلعي الخيط الفوق باش تخدمي غرزة في هاد الغرزة هادي اللي كاينة عندنا لتحت.
من بعد غادي نخدم غرزة واحدة أخرى، عاد نبدأ الدرس جديد. فغادي نتجاوز الغرزة الثانية ونخدم في الثالثة كالعادة، باش يجيني هذاك الدرس صغير ويعني كيكون زوين. ودابا غنرجع في هذيك الغرزة اللي خليتها في الأول وندير واحد القوس فوق من هذاك القوس الأول. هنا حاولوا تشدوا بالبرا باش يبقى لكم العبار هو هذاك. من بعد غدا تبداي تعمري هذوك 10 ديال الحبكات اللي كنتي خدمتي في الأول. كملناهم ودرنا غرزة، وغادي نتجاوز الغرزة الثانية ونخدم في الثالثة. ودابا غادي ندير واحد القوس هنا. لاحظوا معايا هاد الدرس الثاني غنخدمه معاكم بالعقيق باش تشوفوا الفرق ما بين الخدمة اللي كتكون بلا عقيق والخدمة اللي تتكون بالعقيق، وتقدروا تفرقوا بيناتهم وتختاروا مزيان. المهم دابا درنا جوج ديال الحبكات وهذه الحبكة الثالثة. من بعد هنا كاين الفرق، كتجيب العقيقة ديالك. المهم هذا العقيق ديال الخيط كان سبق لي بينتو لكم في حد الفيديو اخر، ولكن ماشي هنا في القناة ديال الكروشي، كنت خدمت في هذا العقيق هذا ديال الخيط. المهم هنا كتحسبي ثلاثة الحبكات وكتخدمي في الثالثة، وكتثبتي العقيقة عادي جدا. من بعد غتطلعي الخيط الفوق وتجي لهاد الحبكة الثالثة وتخدمي فيها غرزة باش تقدري تثبتي هاد القوس اللي غادي يكون فوق من العقيقة. من بعد غادي نهبطوا الخيط لتحت ونزيدوا نخدموا الحبكة الرابعة. الآن غادي ندير غنخدم في الحبكة الرابعة في القوس الأول بهالطريقة هذه، نفس يعني نفس التكنيك باش حنا خدمنا الأولى، غير الفرق هو هذيك العقيقة اللي كتكون وصافي. المهم دابا كترجعي تخدمي واحد الغرزة هنايا وتعمريها بهذوك بهاد ثلاثه اللويات، وغادي نخدمهم بثلاثه ديال الحبكات، ثلاثه او جوج. فغادي نزيد ثالثه ونرجع ندير هنا واحد الغرزه. ودابا غتكملوا عادي جدا، غديروا هذوك ثلاثه الحبكات في الراس ومن بعد غادي تكملوا. المهم باش الفيديو ما يجيش طويل بزاف، هذا هو الشكل النهائي للعمل. هنا ثم كتلاحظوا الفرق ما بين الدرس العادي والدرس اللي بالعقيق. المهم انا اللي بالعقيق جاني اجمل. شكرا لكم كاملين، وشكرا للدعم ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينين.